ويمكن اليومين دول تحديدا هم يومين وزارة الزراعة بقى بسبب إقبال الكثير من المواطنين على شراء الأضاحي، ففي اهتمام كبير جدا بقطاع أو ملف الثروة الحيوانية في مصر وإزاي نشتري أضحية بشكل سليم. هو ده الجهود اللي بتشتغل عليها دلوقتي وزارة الزراعة من خلال تنظيم عدد كبير جدا من القوافل في محافظات الجمهورية لتوعية المواطنين، لتوعية كمان المربيين بأهمية تحصين المواشي لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها في مصر. وكمان وزارة الزراعة كان بتوجه نصايح كتيرة للمواطنين اللي هيشتروا أو المقبلين على شراء الأضاحي السنة دي، إزاي يشتروا مواشي أو أغنام خالية من الإصابة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور إيهاب صالح مساعد، أو عفوا إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. دكتور إيهاب، في البداية عاوزين نعرف إزاي أنتم حريصين على توعية المربيين خلال أو من خلال حملات التحصين والقوافل البيطرية اللي بنشوفها في مختلف المحافظات، اللي يمكن كان أهمها الحملة الحالية اللي أنتم شغالين فيها حاليا. والله يا فندم صباح الخير أولا على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير يا دكتور. أهلا يا فندم. الطب البيطري كأحد أزرع وزارة الزراعة الرئيسية في الحفاظ على الثروه الحيوانيه في رجوع جدود مصر العربيه، بيقوم بعده ادوار استباقيه وقبل ظهور اي مرض لمنع ظهوره اساسا. نعم. وبيوعي الفلاح طوال 24 ساعه 366 يوم في السنه، اللي بيحافظ على موجودات الحيوان بتاعه، بيرفع كفاءته الصحيه والانتاجيه ورفع وزياده المنفعه منه، سواء المنفعه المباشره من لحوم والبان أو معدلات نمو طبيعية يومية. نعم. وكذلك حمايته من جميع الأمراض المتوطنة والوبائية سواء اللي موجودة في مصر أو الوافدة من الخارج. بيقوم الطب البيطري بحملات تحصين تسمى حملات قومية، لأنها بتشمل رجوع جمهورية مصر العربية بالكامل. نعم. وتنفذ من 3 لـ4 مرات سنويا بصفة دورية وإلزامية بتوقيتات محددة وثابتة بيعرفها جميع المزارعين وأعرف توقيتاتها، وتنفذ في جميع الوحدات البيطرية وجميع القرى وجميع الأسواق في مدة زمنية قصيرة جدا، لضمان الحفاظ على الصحة الحيوانية وضمان عدم انتشار أي مرض خلال هذه الفترات الحرجة طول السنة. يعني الأمراض طول السنة شغالة، وإحنا طول السنة بنمنع وجودها وبنحاربها وبنقضي عليها قبل ما تظهر على الحيوان. الحملات دي يا فندم بتتم ضد أمراض سيادية زي الحمى الكلعية، إذا مرض اسمه الجلد العقدي، أو حمى الثلاث أيام، أو الكلب المتسطح. وده أثر بان على زيادة أعداد الثروة الحيوانية اللي حصل فيها زيادة في خلال السنتين اللي فاتوا في حدود 16.9% وفقا لإعداد تعدادات حديثة ومتابعة بصفة دورية بواسطة الوحدات البيطرية ومديرية الطب البيطري ومديريات الزراعة. نعم. طيب عظيم. دكتور، عايز اروح مع حضرتك لمساله الذبح في الشوارع، وايه اللي حصل من تنسيق ما بين الوزاره وما بين الطب البيطري علشان نمنع هذه المساله ويتم الذبح داخل المجازر، وعايزين كمان نقول للناس الاضرار اللي بتحصل من مساله الذبح في الشوارع. اولا موضوع الذبح في الشوارع دوت حصل تنسيق تام ومستمر بين جميع الوزارات المعنيه، واهمهم طبعا كلهم مهمين وزاره الزراعه. نعم. اللي تم تأويل والحكم المحلي المتمثله في ان المجازر مفتوحه 24 ساعه طوال ايام العيد للمواطن يخش يذبح فيها بامان. الذبح في الشوارع دي مسؤوليه المواطن، اللي هو لازم يكون واعي ان الذبح في الشوارع ده هو مش مضر. طب معلش يا دكتور ايهاب، حضرتك عندك علم عن مساله تكلفه الذبح داخل المجازر بالنسبه للمواطن؟ التكلفه قد تكون رمزيه جدا جدا. صحيح. جدا، لا تزيد عن حدود 60 جنيه او مجانيه كمان في بعض الاحيان. يعني غير مكلفه نهائيا، بالعكس مصلحه المواطن. وعدد المجازر كبير في كل المحافظات. يا فندم المجازر متوفره وبزياده، بس هو المواطن بس يعني يتفضل ويتكرم ويروح المجزر ويذبح، مفيش حد هيقول له لا ولا هيلاقي مانع ولا هيلاقي حاجه خالص. وبعدين المجازر بتوفر ظروف صحيه للذبيحه وبعد الذبح، ان هي بتبقى متعلقه نظيفه، بياخدها بوسيله مواصلات ممكن تكون مبرده او وسيله مواصلات هو بيجيبها مناسبه بدل الذبح في الشارع والحشرات الهايمه والطايره، اضافه انه بيلوث البيئه وبيلوث اللحمه بتاعته. صحيح. قد يلوثها بميكروبات تضر هو صحته من غير ما يحس.
فدي بتبقى يعني مسؤوليه جامده بدايه من المواطن اللي لازم يلتزم بالتعليمات والتسهيلات اللي الوزارات مقديها له والدوله قاعده له وفاتحه له 24 ساعه. نعم. طيب دكتور ايهاب صبر، يعني لو احنا هنتكلم بقى المواطن اللي دلوقتي بينزل او مقبل على شراء الاضحيه، ايه العوامل اللي بيتم مراعاتها في هذه الاضحيه كي تكون يعني اولا فيها انتاجيه عاليه من اللحوم، ثانيا تكون خاليه من اي امراض او فيروسات؟ المواطن اولا لازم يشتري من مصدر موثوق منه، من مزرعه او من عند مربي يكون له سمعه جيده، وليس من يعني الحيوانات الجواله في الشوارع. الحيوانات الجواله في الشوارع ديت اللي بعض الناس بتسهله ويرعى الحيوان على اي حاجه قد تكون مضره بالحيوان ومضره بالمستهلك بعد كده، ده شيء غير مرغوب تماما، وقد يكون محرم دينيا كمان. واحيانا يعني بتتغذى على القمامه يعني، وهو فعلا محرم دينيا لانها يعني لا تختلف كثيرا عن الخنزير لو هنتكلم على ده، لان بيبقى فيها القمامه بيبقى فيها متبقيات ذره سواء معادن ثقيله سواء ميكروبات سواء اي حاجه فضلات تبقى في اللحم لمده 40 يوم واكثر من 40 يوم. فالمزارع او المربي او المزرعه النظاميه لا، هي طول السنه بتغذي على علايق نظيفه، علايق خاليه من المستويات المرضيه، علايق بتاثر على الكواليتي بتاعه اللحمه نفسها، بتاثر على طعمها، بتاثر على درجه نضوجها ومستوى تسويتها في اثناء الطهي. دي نمره واحد. نمره اثنين، علامات الصحة الظهرية على أي حيوان لا يختلف فيها اثنين، لازم الحيوان اللي قدامه يكون نشط، الشكل العام بيكون نشط، ما يكونش حيوان كسلان، ما يكونش حيوان رائد وعليه علامات الكسل، سواء من أكل، سواء من إجهاد حصل له من ضربة شمس، من نقل طويل، من أي حاجة من الكلام ده، بيكون الجلد بيكون لامع، بتكون العيون لامعة، ما يكونش فيه أي آثار مرضية على الجلد من بره، بتكون حيوان متنبه، ما فيش دعاب ولا مخاط نازل من بقه، مفيش اعراض اسهال ولا تلوث في المؤخره نتيجه اسهال ربما يكون من الاكل. تمام حضرتك ازاي؟ تكون اماكن اكتناز اللحوم واضحه، تكون الضلوع مداريه ومكتنزه باللحوم، تكون الظهر وسلسله الظهر مكتنزه باللحم، يكون المنطقه الخلفيه ومنطقه الفخذ من اعلى مكتمله اللحم، كل ده كله علامات صحيه. الحيوان وهو ماشي ما يكونش بيعرق، الحيوان ما يكونش عليه اثر جراحه، ما يكونش عليه اثر حادثه، ما يكونش اي اثر عليه ان هو تنافس مع حيوان اخر قد يكون خبط له ضلع او حاجه، لان برضه بعض المربين او بعض الحيوانات قد تكون شرسه شويه. فده دي علامات الصحه الظاهريه والسلوك الظاهري الطيب للذبيحه. طيب دكتور ايهاب، الناس لو اشترت لحمه من الجزار ما عليهاش ختم المجزر، ايه الاجراء اللي هيتاخد ضد الجزار، والناس تشتري اللحمه دي اصلا ولا ما تشتريهاش؟ لا طبعا، بص يا فندم حضرتك، الحملات اللي بيقوم بها الطب البيطري طوال السنه بتمنع ظهور هذه اللحوم الغير مختومه من مهدها. وحملات كثيره جدا جدا على محلات الجزاره وعلى مخازن التبريد اللي فيها او مخازن التجميد اللي فيها لحوم مجمده او دواجن مجمده او دواجن محفوظه، وهو المواطن عارف يعني المواطن انا يعني هيبقى شيء غريب ان المواطن اساسا يروح يشتري لحمه مش مختومه، هيبقى شيء غريب ان احنا نشوف لحمه متعلقه مش مختومه. صحيح. يعني الشيء ده اعتقد ما بقاش يظهر. يعني لازم نهتم بالتوصيات اللي بتطلع والنشرات الصحيه تحديدا اللي بتخرج من القطاع البيطري في وزاره الزراعه تحديدا، لانها في الاول وفي الاخر بتهم، والسبب الرئيسي فيها هو الاهتمام بصحه المواطن. دكتور ايهاب صابر، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم.